عايزين نعرف التحديات اللي قبلكم في الأول. التحديات اللي قبلتنا كانت مرتبطة تأسيس الاتحاد. مش هنقول ان في تحديات قبلتنا غير بعض القوانين او التحديات في العمل العام في الدول التي يسكنها الوافدين او المغتربين المصريين. كل دولة لها قانونها، واحنا بنؤكد دايما على انه كل حد هيشتغل تحت اسم اتحاد شباب المصريين في الخارج عليه معرفة قيمة كونه سفير لبلده وكونه بيشتغل تحت اسم مصر وبيصدر صورة للبلد لا يجوز الحياد عنه. طب ما هنقول طبعا فكرة حقيقة، يعني حقيقي كان في شباب انا تواصلت معهم خارج مصر وكانوا متعين جدا بفكرة انشاء الاتحاد، لكن هنقول في تحديات طبيعي جدا بتقابل المصريين بالخارج. حضرتك شايفها ازاي؟ وشايف ممكن دور الاتحاد في الفترة الجاية ازاي تزيل اي عقبات بتواجه؟ طبعا في تحديات بتقابل المصريين بالخارج، وبدأت التحديات دي لنا نقول في طريقها ان شاء الله بإذن الله للمحو والحل والإزالة، انه بنشتغل دايما على ثقافة ونسق سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، انه معنى ان يبقى في تكتل بيدير ال 12 مليون مصري اللي عايشين بره، وحلقة وصل فعالة ومهمة جدا الاهتمام بكل ملفات الابناء المصريين في الخارج. حاجة زي كده ولدت الثقة، بدأنا احنا كمان نفتح باب العضوية العاملة لاتحاد المصريين في الخارج مقابلة لبعض المميزات من الدولة المصرية، كما انه تسويق كمان لكل المبادرات اللي اتعملت بداية من مبادرة السيارات، مبادرة بيت او مزرعة الوطن، مبادرة زي حل الموقف التجنيدي، ومبادرة كمان مهمة جدا 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 زي الخصومات او اللي بتحصل في المعارضة العقارية اللي بتتعمل تحت اشراف وزارة الهجرة وقيادة الدولة المصرية بكل جهات المعنى. يعني دور الشباب اللي منضم حديثا واللي احنا شفنا تفاعل، وهل حضرتك شايف ان ليهم دور التوعيه مثلا، دور ان هم يكونوا حلقه وصل او على يعني على اتم الاستعداد لتقديم اي مساعدات معنويه للاتحاد؟ بصي خلينا اقول لحضرتك ان لا يمكن للنجاح ان يكون وليد صدفه. فالملحمة الوطنية اللي شهدها لاستحقاق الدستور للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، وكانت شعلة حركت المصريين في الداخل، انت عارفة انتخابات المصريين بالخارج بتبقى الأول مشاهد مشرفة الحقيقة. طبعا كل ده كان بنتيجة انه كم المبادرات اللي اتعملت وكم الاهتمام بملف المصري في الخارج حرك الناس وخلى الناس تروح تقول فخامة الرئيس شكرا. مصر في الخارج قبل كده او ملف المصريين في الخارج كان مجرد رقم في الموازنة العامة للدولة يناقش في مجلس النواب، وما اعتقدش كان بيستغرق اكتر من دقائق. يعني النهارده المصريين في الخارج ملف محطة اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي. سيادة الرئيس بيحب دايما يضيف قيمة لأبنائه في الخارج، وعارف معنى مصر في الخارج، عمر الدولة المصرية والمجتمع المصري في الخارج تحت لواء الحكومة الرئيسية للتأسيس. طبعا ملتقى منتهى الملتقى الأول كان ملتقى ناجح طبعا بكل ما تعنيه الكلمة، لكن أنا هنتكلم في هل في طبعا أنا عارفة حضرتك بشكل كبير وعاملة سيرش يعني ومذاكرة زي ما بيقولوا، في ملتقيات أكيد حضرتك أنا متأكدة إنك طلعت برضه زي ما كان في مميزات في الأول، في الملتقى الأول كان فيه عيوب. حضرتك بتخطط إزاي للملتقيات القادمة؟ والله إحنا شغالين دلوقتي، إحنا عايزين نشتغل على كل الملفات اللي نعيد زي ما قلنا نعيد ثقه المصري في الخارج في دولته وحكومته. نشتغل على التسويق للدوله المصريه و يعني نقول توعيه المصري في الخارج بقيمه الدوله والتحديات اللي بتواجهها الدوله والخدمات والمبادرات اللي بتقدمها للدوله. منذ تولى فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في 2014 والمصري في الخارج بصراحه في حته تانية وفي منطقه تانية، وشهد اهتمامها ما شفوش قبل كده. التحديات اللي بتقابلنا بره مفيش تحديات اكتر من انه الناس بس عايزه اللي عندها العين اللي تقرا بيها الموقف بالشكل الصح
وتعرف كنا فين، مصر الخارج وبقينا فين. مكافحة الهجرة غير الشرعية، أنا شايفة كان في تفاعل كبير من الشباب على مدار طبعا المحاضرات اللي كانت عقدت، لكن أنا بتكلم في نقطة، هل تفتكر إن الملف ده أخذ حقه كتوعية وكاهتمام إعلامي وسياسي؟ ملف الهجرة غير الشرعية هو ملف دائما وأبدا يشكل خطر كبير جدا 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 على الشباب المصري، لأنه الشاب اللي ياخد قرار فحواه اكتر من نسبه 90% ممكن يموت وما يرجعش لاهله، والاهالي اللي بتساعد على كده ده كان محتاج تثقيف عالي جدا، والفلوس اللي بتدفع كمان في ناس بتبيع بيوتها وناس بتبيع مدخراتها علشان تحط ابنها في بحر، نسبه وصوله الى الناحيه الثانيه على قوله سمصرة الهجرة غير الشرعية يعني في نسبة ضئيلة جدا. فطبعا الملف ده هو ملف خطر جدا وشغالين عليه بشكل كبير جدا، وابتدى الضغط على هذا الملف منذ اطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2016 مبادرة مراكب النجاة، وبإشراف مع وزارة الهجرة قدرت كمان مع الوزيرة الناشطة الدكتورة سهى الجندي ان هي تحقق انجازات غير مسبوقه في هذا الملف، وتقريبا تضاءلت النسبه جدا، ولكن بيفضل المضمون والمعنى والعنوان موجود، ممكن في اي وقت يرجع الموضوع ينشط تاني، علشان كده احنا شغالين بشكل كثيف جدا ان احنا نحاول ان شاء الله باذن الله على ضغط هذه الفكره ونقول ابنائنا وشبابنا المصريين باذن الله. شكرا لحضرتك.